معي من عين العرب كوباني مصطفى بالي الصحفي. مساء الخير، أهلا بك معنا مصطفى. إذا بستة كيلومترات تفصل قوات سوريا الديمقراطية عن الرقة، مدينة الرقة، بعد السيطرة على بعض القرى، هل ممكن أن نفهم أكثر ما الذي حدث بمعارك اليوم؟ نعم، مرحبا بكم. طبعا كما تابعتم، بالتزامن مع إعلان تحرير مدينة الضفة من قبل تنظيم داعش، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية انطلاق المرحلة الرابعة من حملة غضب الفرات لتحرير الرقة. هذه المرة في المراحل الثلاث الماضية كانت تسمى عزل الرقة، الآن المرحلة الرابعة هي مرحلة تضييق الخناق ومن ثم تحرير الرقة. كما ذكرتم، هناك معارك في الجهة الغربية لمدينة الرقة والجهة الشمالية بشكل خاص، طبعا لطيران تحالف دولي وتقدم ملحوظ على الأرض بالذات في الجهة الشمالية. استطاع مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية الوصول إلى تقريبا نستطيع أن نقول مشارف المدينة، فيما إذا اعتبرنا المراكز الحيوية هي جزء مكمل لضواحي المدينة، فمثلا معمل الأعلاف ومحلج الأقطان وصوامع القمح، هي حتى معمل السكر، هذه منشآت محاذية لمقر الفرقة 17 العسكري السوري المعروف في مدينة الرقة. هذه المنشآت تعتبر العتبات الأولى لمدينة الرقة. أعتقد ضمن بحر هذا الأسبوع ستصل المعارك إلى الضواحي الأولى لمدينة الرقة. نعم، شكرا لك على كل هذه المعلومات. من عين العرب كوباني مصطفى بالي الصحفي، شكرا.